إذن إذا تحدثنا أيضا على فكرة مشاركة الدول الصديقة وأيضا الشقيقة، نحن نتحدث عن الموقف المصري تحديدا في الوقوف بجانب لبنان الشقيق. لو تحدثنا عن هذا الموقف، يعني ماذا نقول؟ مصر دائما وأبدا تقف مع لبنان، لا تفرق في سياستها من يحكم لبنان أو من يدير لبنان. مصر دائما وأبدا ما ساعدت لبنان في الحرب المدمرة التي تمت في 2006. أنشأت مصر المستشفى الميداني، أرسلت الكثير من المساعدات، حتى في أزمة كورونا مصر أرسلت في مارس الماضي طائرة مساعدات للبنان. هذا على الجانب الإنساني، ولكن الجانب الاقتصادي، يعني كما تحدث زميلي وأستاذي أحمد ناجي أمحى أن هناك مبادرة مهمة جدا أطلقت في عهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مصر ولبنان في إفريقيا، وهذه مبادرة من المبادرات المهمة جدا. التبادل التجاري بين مصر ولبنان يبلغ مليارات الدولارات سنويا. لدينا في مصر كثير من اللبنانيين الذين يستثمرون هنا في مصر من مصانع ومن شركات، فهذا الدور الاقتصادي واضح للجميع. وهناك دائما المجلس الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان يعقد سنويا، طبعا لولا ظروف كورونا تعطل هذا الانعقاد، دائما يكون مرة في مصر ومرة في لبنان. بالنسبة للجانب السياسي، لو نظرت حضرتك إلى استقبالات الرئيس السيسي إلى كل ممثلي الطوائف السياسية في لبنان، كان يستقبل الرئيس نبيه بير رئيس مجلس النواب، استقبل الرئيس ميشيل عون في بداية توليه رئاسة لبنان، استقبل الحريري، ومن المفترض رئيس الحكومة حسب ما صرح لي حسان مكتب دكتور حسان دياب أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المصرية، استقبل الدكتور سمير جعجع في فترة سابقة، استقبل النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، دائما البطرك الماروني في كل الزيارات المصري يلتقي بالرئيس السيسي. فمصر لا تفرق في لبنان في سياستها، دائما تلتقي بجميع الممثلين للسياسة اللبنانية. ثم إن الدعم السياسي المصري للبنان كبير جدا، وكم من مرة تدخلت الدبلوماسية المصرية في إصلاح ذات البين بين الأفرقاء السياسيين في لبنان كثيرا جدا، ومؤخرا أيضا رأينا ذلك في بعض السياسيين اللبنانيين. مصر دائما وأبدا لها يد كبيرة في أن تبقى لبنان آمنة مستقرة، ودائما ما تساعد لبنان واللبنانيين، وهذا بشهادة كل اللبنانيين من طوائف ومن شخصيات سياسية واقتصادية وما إلى ذلك.